معايا عبر زوم دلوقتي واحد من الأسماء الكبيرة اللي مرت على كرة القدم الأفريقية، واحد من أكبر الأسماء في كرة القدم الأفريقية، هو الهداف التاريخي للمنتخب الكيني، احترف في عدد كبير من الأندية الفرنسية، احترف في نادي أهلي دبي، احترف في جورماهيا الكيني، اسم كبير والهداف التاريخي للمنتخب الكيني دينيس أوليتش، هداف المنتخب الكيني الأسبق. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. شكرا، يشرفني أن أكون هنا معكم. احنا سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري. وبداية كده لازم أسألك عن ذكرياتك، أو أبرز ذكرياتك مع كرة القدم الأفريقية، أبرز ذكرياتك مع المنتخب الكيني. الذكرى الأولى كانت حين تأهلنا إلى كأس الأمم الأفريقية، كان هذا في عام 2004، وكانت هناك مباراة وأحرزت الهدف النهائي فيها وحصلنا على كأس الأمم الأفريقية، وكانت هذه أفضل ذكرى لي. لازم أسألك على ذكرى مع منتخب مصر، أو ذكرى مع الأندية المصرية. لقد لعبت مع مصر مرة واحدة حين كان عمري 19 عاما، كان مباراة بين مصر وكينيا ولعبنا في القاهرة. تتذكر ميدو؟ هل تعرف ميدو من مصر؟ طبعا of course. هذه هي آخر ذكرى لي في مصر، وللأسف لم ألعب مع الفريق المصري مرات عديدة، لعبت مرة واحدة حين كان عمري 19 عاما، ولكني سافرت إلى مصر ولعبت في المباريات المؤهلة. لم ألعب كثيرا في مواجهة الفريق المصري، ولكني أعشق الفرق المصرية على المستوى المحلي. طيب السؤال اللي جاي ليك، هل تابعت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟ أكثر المنتخبات اللي شفتها كانت ممتعة بالنسبة لك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟ The most. Hello. Joyful. بالنسبة لي أعتقد أن فريق جامبيا أدوا بشكل جيد، فريق جامبيا القومي لعب بشكل جيد، لذا أعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد، وأيضا بوركينا فاسو أيضا أدوا بشكل جيد. وبالنسبة لنيجيريا وغانا لم يؤدوا بشكل جيد، ولكن في هذا الوقت لم يحصل فريق عربي على النهائي، هذه المرة على الأقل كان لدينا فريق أفريقي في النهائي. وأحيانا يواجه الفرق الأفريقية الفرق العربية، وأحيانا يعتقد البعض أن مصر ليست أفريقية، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن السنغال أدت بشكل جيد، لذا أعتقد أن كأس الأمم الأفريقية القادم سيكون صعبا. منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، كان رأيك فيه وفي أداء منتخب مصر؟ بالنسبة لي أعتقد أنهم أدوا بشكل جيد، ولكن بالنسبة لمحمد صلاح أعتقد أنه لم يؤدي بشكل جيد. أعلم أن
الكرة الإفريقية مختلفة، وهي لا تشبه الكرة التي لعبها محمد صلاح في ليفربول، لذا كان الأمر صعبا على محمد صلاح أن يؤدي بشكل جيد في كأس الأمم الأفريقية، ويمكن أن نقارنه بساديو ماني حيث أنه أكثر اعتيادا على الكرة الأفريقية، ولكن في المجمل أعتقد أن الفريق المصري أدى بشكل جيد. إذن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري يجب أن يكون أكثر اعتيادا على أداء الفرق الأفريقية مثل نيجيريا وغانا، حتى يكون من السهل بالنسبة لهم أن يعرفوا كيف يلعبوا مع هذه الفرق الأفريقية. لن يقابلوا في كل الأوقات تونس والجزائر. أعتقد أن هذه المشكلة بالنسبة لمصر. توقعاتك للمباراة القادمة للمنتخب المصري مع المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم، من يتأهل؟ بالنسبة لي أعتقد أن أجين بليز طيب مرة أخرى، مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، تتوقع من سينجح فيها؟ أعتقد أن مصر هي التي ستتأهل، لأن مصر هي أفضل فريق قومي في أفريقيا، لذا بالنسبة لي أعتقد أن مصر هي التي ستتأهل. في الدوريات الأوروبية أكيد التقيت لاعبين مصريين، ربما تكون التقيت لاعبين مصريين، أي من اللاعبين المصريين التقيتهم في أثناء لعبك في الدوري الفرنسي؟ كان الأمر منذ مدة طويلة، تركت فرنسا منذ مدة طويلة، ولكن بالنسبة لي أعتقد أنني قابلت محمد صلاح، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري هو من أفضل الفرق القومية في إفريقيا، ولكن في جيلي لعبت مع ميدو. بالنسبة لي أتذكر ميدو كثيرا، لعبت معه في آخر الأيام وأتذكره كثيرا، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري من أفضل الفرق في أو أفضل فريق إفريقي. هل عرض عليك في أي وقت من وقت ما كنت بتلعب كرة قدم التواجد في الدوري المصري مع أي من الأندية المصرية؟ لا، لم أتلقى أي عروض من الفرق المصرية. قدمت لي عروض في الفرق العربية في قطر ودبي، ولم أتلقى عرضا للاحتراف في مصر. في رأيك الآن من هو أفضل لاعب أفريقي؟ بالنسبة لي أعتقد أنه محمد صلاح، ولدينا أيضا ساديو ماني من السنغال، ولكن محمد صلاح هو الأفضل الآن. حتى هنا في كينيا الجميع يعرف محمد صلاح، ولكن في كينيا لا يعرفون ساديو ماني كثيرا، هم يعتبرون محمد صلاح مثل ميسي، ويفكرون في أن يترك محمد صلاح ليفربول ويتوجه إلى برشلونة. يريد الناس هنا يريدونها أن يلعب في أفضل فريق في العالم. إذن
بالنسبة لي أعتقد أن محمد صلاح يستحق أن يذهب إلى أحد هذه الفرق الكبرى، أفضل فرق في العالم. بتشوف في كينيا الأطفال والشباب يرتدون قميص محمد صلاح مع ليفربول؟ نعم. تعلم في كينيا ليس لدينا الكثير من مشجعي ليفربول، ولكن هم يحبون محمد صلاح. إذن ليفربول ليس لدي مشجعين كبار في كينيا، لدينا مشجعين لمانشستر وأرسنال، حوالي 50% من يحبون الكرة هنا يعشقون مانشستر وثم ليفربول وتشيلسي. ولكن إذا نظرت في كينيا ستجد علامة واحدة لليفربول وهي محمد صلاح. حتى في كل عموم إفريقيا وحتى في ليفربول في أوروبا محمد صلاح يشبه أسطورة إفريقية وأسطورة أيضا في أوروبا بالنسبة لليفربول. دينيس أوليتش الهداف التاريخي للمنتخب الكيني، أسطورة المنتخب الكيني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت سعيد بتواجدك معايا.